في مجهود كبير بيتعمل في تطوير المراكز التكنولوجية في المحافظات، وده لتسهيل تسهيل الخدمات للمواطنين. لغاية دلوقتي تم تطوير حوالي 305 مركز وتأهيل كل العاملين على المنظومة لإتاحة الخدمات المحلية إلكترونيا للمواطنين في المحافظات. تعمل منظومة تشغيل وتقييم أداء المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات على قدم وساق، حيث تم تعديل المدد المطلوبة لأداء بعض الخدمات من خلال المراكز التكنولوجية بعد تطوير 305 مراكز تكنولوجية ثابتة من إجمالي 341 مركزاً. كما تم تشكيل لجان من قطاع التفتيش والمتابعة ووحدة متابعة المشروعات والإدارة المركزية للاتصالات بوزارة التنمية المحلية للمرور على المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتقييم معدل أداء الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على أهم المعوقات التي تواجه العمل بالمراكز التكنولوجية، مع تبسيط وتوحيد الإجراءات للخدمات المقدمة للمراكز التكنولوجية. كما تم عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين على المنظومة لبناء قدرات العاملين بالمراكز التكنولوجية عن طريق إعداد وتنفيذ حزمة من التدريبات، بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية التي تم تقديمها لكافة المسؤولين عن تقديم الخدمات، سواء العاملين في المراكز التكنولوجية أو رؤسائهم أو مشرفي النظام أو العاملين في لجان المتابعة أو العاملين في الإدارات الخلفية المسؤولة عن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالخدمات. وتتم متابعة المحافظات لإدخال بيانات الكم المتراكم عن طريق الاستعانة بموظفي الخدمة العامة، وبالفعل تم تسجيل نسبة كبيرة من الكم المتراكم وإعداد دليل تشغيل المراكز التكنولوجية وتوفير نمط حضري ومظهر لائق للعاملين. كما تم عقد اجتماعات دورية خلال العام مع لجان المتابعة بالمحافظات لدفعهم على إعداد تقارير منتظمة تعكس أداء المراكز التكنولوجية، يتم رفعها لرؤساء المراكز والمدن والسلطة المختصة ومتابعة ومخاطبة وزارة التخطيط لدعم المحافظات باحتياجاتها من المهندسين بنظام العقود بالمراكز، مع توفير الاحتياجات الخاصة بالمحافظات من أجهزة حاسب آلي وطابعات وسكانر وزي موحد لجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة وإتاحة الخدمات المحلية إلكترونياً والتحصيل الإلكتروني.